مشاهدينا الكرام، لتسليط الضوء أكثر على حملة أسبوع القدس العالمية الذي حضره عشرات من علماء الأمة الإسلامية لنصرة قضية القدس والوقوف أمام التحديات التي تواجهه، ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول أستاذ المقاصد الإسلامية دكتور وصفي عاشور أبو زيد. حياكم الله دكتور. بداية، استمرارا للفعاليات المستمرة منذ سنوات والتي تعقد كل عام في الأسبوع الأخير من شهر رجب، ما هي البنود الموضوعة على جدول أعمال مؤتمر أسبوع القدس هذا العام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، حياك الله يا أخي الكريم وحيا المشاهدين الكرام. حياكم الله. وبعد، فإن عددا من المؤسسات الدينية العلمائية الإسلامية ومنها رئاسة الشؤون الدينية في تركيا والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وبعض الروابط العلمائية مثل هيئة علماء فلسطين في الخارج ورابطة علماء أهل السنة وعدد من الروابط رأوا أن يكون هذا الأسبوع أسبوع مناصرة القدس وفلسطين. وهذا الأسبوع يأتي في نهاية شهر رجب، وشهر رجب كما هو معلوم نهاية شهر رجب أو الأسبوع الأخير منه هو أسبوع الإسراء والمعراج، كما أنه أيضا ذكرى التحرير الصلاحي لبيت المقدس عام 83 و500 للهجرة، 583 في 27 من رجب كان التحرير الصلاحي الذي توجه صلاح الدين وبناه على جهود سابقة، وهذا ما ينبغي أن نتذكره في هذه المناسبة وفي هذا النشاط المهم. أن نتذكر المعالم التي بنى عليها صلاح الدين هذا التحرير، والتي بذل فيها من سبقوه جهدا كبيرا، نور الدين محمود ونور الدين زنكي. يعني رأوا أن هذا التحرير يقوم على ثلاثة أركان: الركن الأول هو حب المسجد الأقصى، والركن الثاني هو التربية الإيمانية الدافعة لهذا الجهاد والتحرير، والركن الثالث هو توحيد هذه الأمة. طيب دكتور، إذا سمحت لي، يعني من أهداف مشروع أسبوع القدس دمج المؤسسات العلمائية في مشاريع نصرة القدس، كيف وجدتم استجابة المنظمات والمؤسسات العلمية الإسلامية لهذه الدعوة؟ نعم، طبعا أي نشاط خاص بفلسطين لا يجد عليه اختلافا أيا كان توجه الهيئة أو الرابطة التي يوجه لها الاهتمام، لأن قضية فلسطين قضية محل إجماع للأمة بكل تياراتها وبكل مشاربها وبكل اتجاهاتها. فلا تتأخر أي هيئة أو أي رابطة أو أي اتحاد علمائي أو حتى مدني، إسلامي وغير إسلامي، مسلم وغير مسلم، لا يتأخرون عن نصرة قضية فلسطين. فالاستجابات الحمد لله واسعة ومبشرة، وكل هيئة وكل رابطة، لا تكاد تجد رابطة أو هيئة علمائية إلا وفيها نشاط يخص فلسطين وينصر قضية المسجد الأقصى. طيب، هناك تحديات كبيرة دكتور تهدد القدس هذا العام في ظل تطبيع العديد من الدول العربية مع الكيان المحتل، ما المتاح أمام المجتمعين في أسبوع القدس في ظل هذه التحديات؟ طبعا الواجب الأول في القدس وفلسطين والمسجد الأقصى يقع على أهل فلسطين، والعلماء يبينون الأحكام الشرعية المتعلقة بهذا. وطبعا أهل فلسطين لا تتحقق بهم الكفاية، فينبغي أن يتضام معهم ويتداعى لهم ما يتحقق به النصرة، وما يتحقق به الحفاظ على المسجد الأقصى، وما يدفع الجميع إلى تحرير هذا الوطن العزيز والمقدس عند المسلمين، وما يدفعهم أيضا إلى تحرير الأسرى والأقصى والقدس وكامل التراب الفلسطيني. التحديات طبعا كبيرة، وهذا الاحتلال لن يزول إلا بالجهاد في سبيل الله، والجهاد واسع، على رأسه الجهاد القتالي، وهناك أنواع أخرى من الجهاد، الجهاد العلماء بكلمة الحق، وهي ليست سهلة أبدا في هذا الزمان، جهاد أهل المال بمالهم، جهاد أهل التجارة بتجارتهم، جهاد أهل الدعم المعنوي، جهاد القائمين على البرامج التربوية وتربية الأجيال. يعني في مؤسسة المنبر الأقصى العالمية عندهم مشروع يعلن عنه هذه الأيام يسمى عبادا لنا، تيمنا بما ورد في سورة الإسراء، وهذا المشروع يتبنى تربية جيل محرر داخل فلسطين، داخل فلسطين نفسها، يحشدون له الحشود ويجمعون له الجهود والنقود من أجل تربية هذا الجيل الذي نتطلع أن يكون جيل التحرير إن شاء الله. فأبواب الدعم وأبواب الحشد وأبواب التحريض كما قال الله سبحانه وتعالى وحرض المؤمنين، أبواب واسعة ومفتوحة للأمة، ويجب على الأمة كلها من أقصاها إلى أقصاها أن تتداعى
وأن تبذل كل ما في وسعها نصرة لهذه القضية، أملا في أن نبلغ المقصود من هذه القضية وهو تحريرها كاملا واستخلاص المسجد الأقصى والأسرى من براثن اليهود وإجلاؤهم عن الأرض تمام. شكرا جزيلا لكم دكتور وصفي عاشور أبو زيد، أستاذ المقاصد الإسلامية، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة اسطنبول التركية.